بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كيف تحصل ثواب ما يساوي الدنيا كلها 1200 مرة في كل ليلة، وتكتب في كل ليلة من المقنطرين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المقنطرين، هم أعلى درجات قوام الليل. سيدنا معاذ بن جبل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، ما هو القنطار يا رسول الله؟ قال له القنطار 12000 أوقية، 1200 أوقية، آسف، 1200 أوقية. الأوقية خير مما طلعت عليه الشمس. ده كلام سيدنا معاذ بن جبل في الحديث، هو راوي الحديث والحديث صحيح. فإزاي أكتب من المقنطرين؟ في روايات ب 300 آية، إن أنت لو قرأت 300 آية في ليلة تكتب من المقنطرين. في رواية إن أنت لو قرأت 500 آية تكتب من المقنطرين. وفي أصح الروايات 1000 آية. لكن إحنا هناخد بالوسط، واللي هي ال 500 آية، لان واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال 1000 ايه، ثم عدل او نسخ هذا الحكم، جعله عشان يبقى اخف على الناس، لان صعب جدا في هذا الزمان ان الانسان يقوم ب 1000 ايه. ازاي اقوم ب 500 ايه كل في الليله بطريقه يسيره جدا، واكتب من المقنطرين في هذه الليله، واخد ثواب الدنيا كلها 1200 مره؟ انا حاضر حضراتكم تحت الفيديو ده بحث وجيز وبليه جدا عن كيفيه هذه الصلاه. باختصار، انت بتقرا قل هو الله احد 120 مره، مش هتاخد منك هذه الصلاة ربع ساعة، 12 دقيقة بالظبط. أنا بصليها ما تاخدش مني 12 دقيقة. بقرأ مثلا في الركعة الأولى قل الله أحد 90 مرة على عقل الأصابع، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، قل الله أحد الله الصمد لم يلد، وهكذا. وأنا حاطط إيدي كده بتعد، بتخلي مخك مع عقل الأصابع وبتقرأ 90 مرة وفي الركعة الأولى مثلا. أنا لا ألزمكم بشيء عشان ما تبقاش سلاح، لكن أنا بقول لحضرتكم دي طريقة من الطرق. والمره الثانيه تقرا 30 مره، يبقى كده 120 مره. قل والله احد اربع ايات في 120 يعملهم 480 ايه، زائد بقرا الفاتحه اربع مرات في اربع ركعات هيعملهم 500 ايه. يبقى لو صليت اربع ركعات مثلا بعد صلاه العشاء وقرات قل والله احد 120 مره وقرات الفاتحه اربع مرات، يبقى انا عديت 500 ايه، يبقى كتبت في هذه الليله من المقنطرين. ده غير الصبر العظيم جدا اللي هتحصله من قراءه قل والله احد، اللي كتير من الناس ما يعرفوش، هكتب لحضراتكم تحت الفيديو. واربع ركعات بعد صلاه العشاء كنا بمثلهن ليله القدر، يعني هتاخد ثواب الاربع قروض كان صليتهم ليله القدر. وقلت هذا في اكثر من فيديو، غير انك هتكتب في هذه الليله من المقنطرين، وهتحصل طبعا كل 10 مرات بتبني قصر في الجنه، يبقى هتبني عشرات القصور. هكتب لحضراتكم البحث ده، يا ريت تنسخوه وتشاروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان في ثواب عظيم جدا ما يعرفوش كثير من الناس، وهتحصل كل يوم ثواب مقدار الدنيا كلها 1200 مره، وتصل الى اعلى الدرجات واعلى المنازل باذن الله في الجنه. لان اللي يصلي هذه الصلاه كل يوم، حتى لو مش قادر تصليها كل يوم، ممكن تصليها يوم ويوم، ممكن تصليها ثلاث مرات في الاسبوع، على قد ما تقدر تجاهد نفسك وتصليها. انا شخصيا بجاهد نفسي واعملها كل يوم، لان هي مش مشكله ان انا اصلي 10 دقائق او 12 دقيقه او ربع ساعه عشان احصل هذا الثواب العظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.